أحبها وأحب فزعة أهلها، دار وتعظي للضيوف بسناها، أحب واديها وأحب سهلها، ليالي الكويت الفخر في عطاها، يقولها أبو جفين يتجيك كلها ولا النصوف ولا حشا ما نباها. السلام عليكم. السلام يا صاحب السلام عليكم أبو جفين، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. شلونك عبد الرحمن؟ والله بخير. أنت شخباركم طيبين؟ حياك الله، منورنا. الله يبقيك، النور نوركم والله. أبو جفين، أول شيء أنت طبعا منورنا في الإذاعة الكويت، وأيضا بنتكلم في البداية عن الملتقى الإعلامي العربي، شلون تواصلوا معاك وشلون شفت ردود الأفعال من حتى متابعينك أثناء يعني لما زرت الكويت؟ والله الحمد لله، كانت طبعا أول ملتقى حضرة معاهم، الحمد لله تكرمت، وهذا فضل الله ثم فضل المتابعين والدعم، وأبرك الساعات. حياك الله، دائما منورنا. انزين، هذه اول مره بالملتقى، بس اول مره بالكويت؟ لا، دائما اجي الكويت. تجي الكويت؟ اي دائما. انزين، وبعد الشهره هم منيت الكويت؟ اي اكيد. مي ساكن بالخبر. اي قريب. يعني قريب علينا. دق على التليفون يوصل لنا ابو حبيبي. انزين، قول لي، يعني انت الحين بهالعمر الصغير ما شاء الله عليك، ولك هالقبول الحلو، والناس يعني انت دشيت قلوب الناس بسرعه ما شاء الله. فشلون يعني حياتك قبل وعقب هالملايين هذه اللي تتابعك؟ والله الحمد لله، طبعا في البدايه ما كنت. كم وصل عدد متابعين؟ مليونين ونص تقريبا. ما شاء الله ما شاء الله. الله يسلمك. انزين، شلون حياتك تغيرت؟ اي اكيد تغيرت. في البدايه ما كنت متوقع يعني انه بيجي هالمتابعين يعني بعدد الكثير. أيه؟ كان على برنامج الكيك. صور كذا مقطع قصايد ومقاطع ضحك وكذا وانشرها، بعدها تقريبا بشهر شهرين بدا يعني الفولورز يزيد شوي. أيوة زين ابو جفين، خلنا نتكلم بصراحه اخوي، انا اخوك الكبير، وخلنا نسولف عدل. الحين يعني اغلب المشاهير سواء في الانستغرام، في السوشيال ميديا، في التلفزيون، خاصه شوي العمر لما يكون صغير، فجاه بعد ما ينشر ينسى ربعه، ينسى حتى يمكن اخوانه، تلقى نفسيته تتغير عليهم، يعني الشهره تدخل الحياه لكن شنو تغير من داخل. اليوم ابو جفين شنو يعني، هل اثر فيه هذا الشيء ولا لا؟ خلنا نتكلم بصراحه. لا، انا ابو جفين يعني قبل الشهره بعد الشهره نفسه مره. يعني ربعك تتواصل كله نفس ربعي، في حتى عندي يعني ربع مليون من الاطفال موجود هذا. زين، وما له داعي اصلا تشوف نفسك معروف يعني متواضع الا ربعه. صح كلامك، بس في ناس تصير معهم هالشغله وانت طبعا تدري بهالموضوع. يمكن يفكر نفسه يعني انه وصل مرحله غير الناس النجوميه. ايه وش يخليك تحافظ على التواضع؟ يعني ساعات هم بهالعمر الصغير وتلاقي الناس تمدحك ويحبونك ويقبلون على يعني فيديوهاتك، أهمًا أكيد شوية يطق بالرأس. إي، بس لما أنت تشوف نفسك مثلًا على متابعينك ولا ربعك، يعني لولا الله ثم هم ما كان وصلت لهذا المكان، صعب إنك تشوف نفسك عليهم. الحين أنت دام شنو قلت تشوف نفسك على متابعيك، المتابعين والربع لما يتابعون شخص مثلًا ما يدرون إن هذا مثلًا الشخص مشغول، يمكن أنت عندك إيفنت، يمكن رايح عندك ملتقى إعلامي، يعني أي شيء، لكن أنت هذول المتابعين 2 مليون بالدايركت لما يجون يتكلمون معاك مثلاً. لا، أرد عليهم. شلون ترد عليهم؟ عدد كبير. أي واحد يرسل لي أبد، أنا أرد عليه على الإنستغرام، سواء على سناب شات، سواء على الواتساب، أبد. بس ما تخلص بوش فين؟ يعني ألحق على بعض والبعض الآخر. إنزين، أنت تعرف نفسك كشاعر. أي شاعر وناشط اجتماعي كل هذه. أي إنزين، شلون بلشت معك مسألة الشعر هذا؟ يعني الموضوع عندك موجود بالعائلة، الأهل، الوالد؟ أنا طبعاً يعني من زمان، اليوم كنت يعني صغير، يعني كنت في المدرسة بالإذاعة دائماً أشارك على المدرسة المستوى كامل، أشارك وجوائز شاعر الحي مثلاً، شاعر المدرسة زي كذا. أي حلو. ومع التعلم كنت احفظ قصايد يعني طويله، فترة الاخيره يعني بديت اكتب الحمد لله. في احد مهم مدح الشعر اللي تقوله؟ والله في ناس واجد، لكن صعب اذكر اسماء او شيء. اي والله في بالذات الاهل، يعني ما شاء الله الوالد والوالده الله يحفظهم، واخواني كلهم. انت الجعده صح؟ انا صار اصغر اخوانك. يلا مدلعينك يعني. والدلع هذا صار حتى الجمهور يدلعك. شوف ابو جفين، عندي سؤال حلو هنا، يقول لك في احدى المرات اضطريت الى استدعاء الشرطه وانت تمشي في شارع التحليه، والناس اعتقدت انه تم اعتقالك، وسووا هاشتاج اعتقال ابو جفين. سالتنا على الموضوع هذا. هذا كان بالويكند، كنت رايح التحليه بالرياض. وتمشى انا وناس من ربعنا وكذا. معانا على الهواء. قاعد نشوفه مع بعض، تفضل. الله يستر، كني مجرم هنا. زين كمل. اي، فكان اتمشى وابد مع ربعي وكذا وقاعدين، فجاء احد من الباحث الموجودين مسكني مع يدي، عاد رجال عادي، قال لازم اسلمك يعني نفكك من الزحمه، لان عليك كذا بلاغ، فالناس يحسبونه تجمهر يعني ما يدري ايش السالفه.
فاضطروا انهم يشركوني بس السياره معهم عشان الجمهور والزحمه، الى ان فضل المكان وبعد ركبت سيارتي ومشيت الحمد لله. بس يعني هم ساعدوك الداخلية؟ اي ساعدوني. الله يعطيهم العافية. الله يعطيهم العافية. راح يروح بالنا لا ماخذينك عمان. الناس فكروا يعني ابراهيم قاعد يسأل يقول انت تسوق، وهذا نفس السؤال اللي يب بالي. يعني شكلك اصغر من انه يكون عندك ليسن. اي لا ما عادي. انزين عبد الرحمن، نبي نعرف بعد موضوع يعني المعجبات. قول لي شلون؟ والله يبيها تفكير هذا. اخدوده صارت حمر من الحين. لا بالعكس اتشرف يعني ان يكون مثلا سواء بنات او عيال يتابعون يزيدني شرف. وبعد معاملتي مع البنات نفس معاملتي مع العيال ما يحتاج. الله يحفظك. بالعكس هذا تواضع منك. يزيدني شرف الله يرحمك. الحين خلينا نتكلم بزنس. خلينا نتكلم بزنس. بوش فين انشهر في السوشيال ميديا؟ ترك بصمه جيده والناس حبته وتابعته. انتقالك لي خلينا نقول الدراما او الافلام، انت طبعا عندك عمل ان شاء الله او عندك عمل سينمائي مع الفنان الكبير عبد الرحمن العقل. ابي نعرف انت شلون التقيت بهالعملاق؟ شلون جاك العرض؟ شلون فكرت انك تقبل هذا العرض ولا لا؟ انت تدري عن انتقالك من السوشيال ميديا الى السينما. الى السينما ترى هذا شيء خطر مو سهل، يعني يا يصعدك فوق صعده سمكه ينزلك تحت بالمره. صادقه. تكلمنا عنه. والله في شركه انا موقع معها يعني كذا بعض الاستشارات بعض الاعمال، هم اللي يعني يصيغونها لي بصيغه حلوه بحيث انهم يأيدون اني ادخل ولا يقولون لا تدخل. لكن ان شاء الله انه يكون فيلم عاد يعجبكم ويعجب الناس. انت من داخلك شلون اقتنعت ان انت تنتقل من السوشيال يعني ميديا؟ يعني راح تعرف تمثل؟ لا انا باقي يعني بالسوشيال ميديا ما يحتاج. بس هذا يعني زي ما قلت تجربه، نغير شوي من المسار يعني. شوف التمثيل يمكن طالع بشخصيتك ولا بشخصيه انت بتمثل؟ لا نفس الشخصيه. لا نفسها. نفس حتى نفس الطاقيه. شنو موضوع الطاقيه هذا؟ خلاص كذا من البدايه كنت ألبسها دائما في المقاطع، صار الناس خلاص عجبتهم الشكل، صار خلاص زي اللوك. وحتى الشعر حتى طبيعي كذا. في والله هذا جد والله العظيم، يعني اذا كم حبيت اتواصل معك اسالك في مسلسل كرتوني اشوفه اذا انت نفسك هذا يعني انت ولا لا لا هذا واحد اعتقد يطلع على قناه الامارات. اي صادق على السي ان ان على ما اظن. اول شيء لا 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 قناه الامارات تبي تطلع على السي ان ان؟ ما ادري ايش تبي. ما ادري والله زين يعني لا بس احلامك كبيره الله يحقق لك اياها يا رب. لا هذا ترى مو بنا واجد يحسبون عرفته اي اللي لابس اصفر. ايوه هذا نفس الكاريزما، نفس طريقه الشعر، نفس كل شيء، دزداش ونفس الكاريزما مالته. تخيلي كرتون يعني حتى بسناب يصورونه يحسبوننا عليه. اي انا على بالي انت بعد. لا والناس مسوين فيلم كرتون يعني زي الشخصيه تقريبا. بالعكس حلو لما يكون واحد عنده كاركتر وكذا. زين شنو ناوي تقدم برمضان يعني مثلا؟ ما مو ببالك تقدم مثلا شيء للمتابعين؟ والله بالعكس اطمح يعني مثلا في بعض بتكون مثلا زي حلقات على الانستغرام، يعني كل يوم يكون مقطع تمثيلي يعني ذكر فيه مثلا اخلاق او خلق او شيء يعني صفه حلوه. يلا راجع حلو. لا نبي بالتلفزيون. احنا طبعا فيك نبيك بالتلفزيون. ابد اتشرف والله العظيم اكلمك جد. ابد لو تبغون اللي تبغون. زين شنو ببالك؟ شنو الفكره لو يعني لو واحد عرض علي قال لك انا في محطه تلفزيونيه عندي وقال لك ابيك تقدم لي شيء، شنو ببالك تقدم للمشاهدين؟ يعني هذه برنامج مثلا مسابقات، برنامج كذا، برنامج عادي. في ببالك شيء؟ في والله كذا فكره. قول شنو مثال؟ شنو حاب تقدم برامج؟ خلينا نقول تكون انت مثلا لا يبقون الافكار عبد الله ما انت تسالت كذي. يقول انت نسقت استاذ والله. زين كلمني عن العائله الاهل خصوصا بعد ما انتشرت وانشهرت، هم كانوا متوقعين يعني شلون عرفوا بشهرتك؟ لا طبعا في البدايه ما كان احد يدري اني اصلا اصور مقاطع. تصور اي فجأة جت على الواتساب الأهل وكذا ودروا بعدين، بس الحمد لله يعني هم كانوا مؤيدين. أخوك ولا استانسوا ولا ايش اللي حصل؟ لا كلهم كانوا مؤيدين لأن اللي قدم يعني شيء في الحد القانوني يعني. في الحد القانوني. زين وقالوا لك استمر. إي قالوا استمر عادي. إي وقاعد تدخل طبعا مدخولك زين. إي الحمد لله. ويعني هالأمور هذه تفيدك مثلا أن أنت تطور من الشخصية اللي قاعد تقدمها للناس من خلال هالفيديوهات هذه؟ اكيد تفيدني. ايش اللي يبالك وتسويه؟ يعني اي شيء شي انا اشوفك على سجيتك. بعض الاحيان تجي عفويه. اي بعض الاحيان. اي اللي هو غالبا يعني. لكن في بعض الاحيان لازم يكون له ترتيب شيء عشان يعني كل فتره تنزل لك شيء مرتب يعني. اي يكون تصوير ويكون منسق ومونتاج وكذا. اي وقابلت شخصيات كبيره يعني عندنا. اي والله الحمد لله. منو من اهم الشخصيات قول لي؟
قابلت والله حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد. كذلك الشيخ محمد بن زايد. حلو. واجد والله شخصيات. الأمير الوليد بن طلال. الوليد بن طلال كذلك. صح. احنا طالعه ويانا الحين بعد المشاهدين. ما شاء الله. شنو يقولون لك؟ يعني هذه شخصيات كبيره ووايد مهمه. لما يقابلونك شو يقولون لك؟ والله بالعكس كلامهم ودعمهم هذا بالحاله يعني يرفع معنويتي بشكل غير طبيعي. وابد اتشرف والله. الله يوفقك يا رب، وصراحة استمتعنا بوجودك معنا. الله يسلمك وانا اكثر لك كل التوفيق. بس غادر ناخذ معاه بشعر. طبعا ناخذ معاك بشعر يا ابو جميل. ابشر. يلا. يقول اللي يبي قربي تراني قريب، واللي يبي فرقاي لا اشوف زوله، ويا فعلت الطيب في راس خيب لا عاد ترجي منه فعله وقوله، احد يموت وذكره العطر طيب، واحد يعيش وميتات نفعوله. سلامتكم. الله يسلمك. الله يسلمك. تسلم والله عزمان ما قصرت. يعطيك الف عافيه. ومشاهدينا راح نرجع لكم ان شاء الله بعد شوي وبقيه فقراتنا، فخلكم ويانا.